وبشأن الصراع المتوقع بين روسيا والناتو واجتماع الدول الأعضاء في الحلف، ينضم إلينا عبر سكايب من باريس الكاتب والمحلل السياسي عبد السلام حاج بكري. أهلا بك معنا أستاذ عبد السلام. أهلا بك وبالسادة مشاهدي تلفزيون رادي الرافدين. حياكم الله أستاذ عبد السلام. يعني اجتماع قمة أعضاء حلف الناتو في مدريد في ظل ظروف استثنائية، إلى أي مدى ترى أن الأوضاع التي يمر بها الحلف انعكست على مخرجات القمة المنتظرة؟ يعني أول شيء المخرجات لم تخرج بعد، يعني لم تصدر بعد. الاجتماع يستمر اليوم وغدا، لكن الظروف المحيطة في اجتماع قمة الناتو هي استثنائية. وإن كانت قمة الناتو تعقد بشكل روتيني وهي مخصصة بالأساس يعني لدراسة الاستراتيجية حلف الناتو للسنوات العشر القادمة، لكن التطورات والمتغيرات الدولية التي طرأت في الآونة الأخيرة ولا سيما في السنة الأخيرة كانت كبيرة ومؤثرة وفرضت نفسها على جدول أعمال الناتو، بالإضافة إلى إقرار استراتيجية الأعوام العشر القادمة. فمن اللافت أن يكون هناك حرب في أوكرانيا بين روسيا، وفي هناك غزو روسيا على أوكرانيا. أيضا من اللافت أن موضوعات أخرى ستدخل على جدول أعمال الناتو، ومنها الخطر القادم من الجنوب، وهذا بند أصرت عليه إسبانيا المتمثلة هذا الخطر المتمثل بما اسمته الهجره المتزايده من المغرب والجزائر وشمال افريقيا بشكل عام، نتيجه الفقر والجوع ونقص الامدادات الغذائيه بسبب الحرب الاوكرانيه التي تزايدت هذه الهجره في الاونه الاخيره واسفرت عن مقتل عشرات في المغرب خلال محاولتهم اقتحام اسبانيا. ايضا هناك ظروف ومتغيرات دوليه شديده تتمثل في التطورات الحاصله في الشرق الاوسط وسعي امريكا واسرائيل لاقامه حلف سمي بالناتو العربي. وهناك ايضا متغيرات هامه وتطورات لافته يشهدها الشرق الاسيوي المتمثل بالتوتر المتصاعد ما بين تايبي والصين، بين بعضهما ضد بعضهما، و وقوف أمريكا بشكل حازم واليابان طبعا مع تايوان في وجه الرغبة الصينية في إعادة ضم تايوان إلى الصين وإن احتاجت إلى القوة، وهذا حسب تصريحات المسؤولين الصينيين. تفضل. في ظل هذا الازدحام بالملفات التي ذكرتها، يعني ما هي الأولوية لدى الناتو بانضمام فنلندا والسويد إليها، خاصة بعد الاجتماع الذي جرى على هامش القمة بين الرئيس التركي ويعني قادة هذه الدول، ويظهر أنها يعني وافقت على شروط تركيا؟ تماما. هناك موضوعان رئيسيان على ما يعني بالإضافة إلى كل ما ذكرت، هناك موضوعان رئيسيان وجوهريان على جدول أعمال قمة الناتو، والمتمثل الأول في منهما الموافقة على ضم فنلندا والسويد إلى حلف الناتو بعد أن رفعت الفيتو عن ضمهما تركيا بعد اتفاقات وتفاهمات كانت مثيرة ومهمة وقد حققت فيها تركيا يعني أهدافها من هذا الاعتراض المبدئي على دخولهما، ولا سيما في مسألة مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب، أو المقصود طبعا بالتأكيد يعني حزب البي كي كي من فنلندا والسويد ومن أشخاص في هولندا والسويد من أكراد يعني يسكنون ويقطنون في فنلندا والسويد، وهذا حققته بكل أريحية وكان متوقع ذلك، يعني حقيقة لم يكن غريبا ذلك. وأنا أظن وأرجح أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه بعد أن تمسكت روسيا بشروطها لإغراء، يعني تركيا حاولت أن تأخذ من روسيا أكثر مما تأخذه من الغرب لكن روسيا رفضت، وكان ذلك متمثلا بأن رغبة تركيا كانت بإعادة حلب، بضم حلب إلى المناطق المسماة محررة في الشمال السوري، لكن روسيا رفضت وبالتالي عادت أو خففت من شروطها تجاه ضم فنلندا والسويد وقبلت بما عرض عليها من فنلندا والسويد بمكافحة الإرهاب من جانب، ومن جانب آخر توسيع منطقة نفوذ تركيا في الشمال السوري وإبعاد الحزب الكردي المسمى قسد، يعني قسدوا بيكيكي من منطقتي منبج وتل رفعت، ووصل منطقتي درع السلام ونبع السلام ودرع الفرات في الشمال السوري على مسافة 30 كيلومتر بعيدا عن الحدود التركية، وهذا
إنجاز يحسب لتركيا، تركيا كانت تحاول أن تكسب من الطرفين، لكن هذا ما أفضل ما قد استطاعت تصل عليه، وهو جيد بالنسبة لنظر تركيا، وهذا ما عبر عنه وزير خارجية تركيا منذ قليل على شاشات التلفزيون. نعم، رفع الفيتو التركي إن صح التعبير على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، كيف سينعكس على مجريات الأحداث على أرض الواقع برأيك؟ يعني بداية سنشهد منذ القمة القادمة لحلف الناتو انضمام، يعني اجتماع السويد وفنلندا مع أعضاء حلف الناتو وتزايد أعضاء حلف الناتو. من جانب آخر ازدادت أعداد دول الناتو المحاذية أو الموازية للحدود الروسية، وهذا عكس ما كان يرغب به بوتين الذي كان يحاول إبعاد أوكرانيا أصلا عن هذا الحلف، وإذ به يعني يكسب أو يتفاجأ بأن لديه دولتان محازيتان له في الشمال من شمال الكرة الأرضية وهي فنلندا والسويد. تهديدات مسبقة كانت من الكرملين أو من هذا الانضمام، هل تظن أن روسيا قادرة بالفعل للذهاب أو للمضي قدما في يعني تنفيذ تهديداتها لهذه الدول إذا ما انضمت للحلف؟ أستاذي الكريم، لا يمكن لروسيا أن تدخل في معركة أو في معارك كبيرة واسعة الحدود والنطاق وعدد الدول الداخلة في هذه المعركة. نحن تحدثنا في لقاءات سابقة عن احتمال أن تلجأ روسيا لاستخدام قنبلة نووية تكتيكية تؤذي بها إحدى الدولتين فنلندا أو السويد إذا حاولت انضمام للناتو، ولكن في النهاية منذ غد تعتبر الناتو والسويد أعضاء في حلف الناتو. لا يمكن لروسيا أن تقوم بأي عمل عدواني واضح ضد الدولتين، لأن ذلك يعتبر بمثابة الهجوم على دول الناتو، وبالتالي على الناتو أن يرد على هذه الاعتداءات، وهذا يعني تاليا حرب عالمية ثالثة. وقد ألمح منذ قليل أيضا لافروف وزير خارجية روسيا عن احتمال قيام حرب عالمية ثالثة، ولكن هذا كلام في حال المساس بشبه جزيرة القرم. ولكن الآن ما هي خيارات روسيا أمام هذا الانضمام؟ لا توجد لديها خيارات في هذه المرحلة. الانضمام تم أو سيتم غدا توقيع عليه، وانضمام الدولتين إلى هذا الحلف، وعلى روسيا أن تقبل بأقل الخسائر. أنا أقول أن روسيا ليست في حالة خسارة الآن، ولكن عليها أن تقبل بوجود هاتين الدولتين، ولكنها الآن هي بحاجة إلى تحقيق نصر نوعا ما في أوكرانيا من أجل تسجيله وإخراج روسيا بصورة أمام الرأي العام العالمي والمحلي بأنها منتصرة إلى حد ما في الحرب الأوكرانية، وهي لا تملك أي إمكانية لتعديل مقررات الناتو على دخول فنلندا والسويد. ولكن الجانب الذي يمكن أن تربح فيه كما قلنا هو الجانب أوكرانيا، وهي الآن تلعب لعبة عض الأصابع مع أوروبا. نحن نلاحظ وأنت أيضا والمتابعين أن أوروبا الآن باتت تعاني بشكل كبير بأزمات الطاقة والغذاء نتيجة توقف تصدير أو التراجع الكبير في حالة تصدير موارد الطاقة مثل الغاز والنفط الروسي إلى أوروبا، وهي بحاجة إلى سنتين أو أكثر لتعويض هذا النقص الذي تسببت به روسيا، وهي الآن في حالة عض أصابع مع روسيا. من يتحمل أكثر، أوروبا أم روسيا؟ وأنا أرى في هذه المرحلة أن روسيا ليست خاسرة، عملتها بحالة جيدة، اقتصادها لا زال جيدا، وهي تجد دائما دول تصرف لها منتجاتها النفطية والغازية والغذائية أيضا مثل الهند والصين وباكستان والدول جنوب آسيا. ولكن سيد عبد السلام، يعني في حال، وهذا أمر مستبعد لربما يستبعده البعض، في حال انتصار روسيا في أوكرانيا، ما الذي تكون قد كسبته فعليا خاصة مع خسارتها بانضمام يعني السويد وفنلندا إلى الحلف؟ تكون هناك يعني توسع جديد للحلف. لن يسمح الغرب بانتصار كامل لروسيا في أوكرانيا، كذلك لن يسمح بهزيمة روسيا في أوكرانيا، وهذا كلام واضح عبر عنه أكثر من المسؤول الأوروبي، وحتى ماكرون نفسه قال لن نسمح بإذلال بوتين في أوكرانيا. كذلك الغرب ليس من مصلحتي أن يسمح لروسيا أن تحقق انتصار كبير وواضح في أوكرانيا. انتصار جزئي، انتصار مقبول يرضي غرور بوتين، أوكي، أما أكثر من ذلك فهي لا تسمح، لأن هذا يعني أن بوتين بمفرده، روسيا بمفردها استطاعت الانتصار على كل الدول الغربية، دول حلف الناتو وغيرها من الدول الأوروبية التي ساندت أوكرانيا، وبهذا تعتبر كل هذه الدول خسرت أمام بوتين. لذلك مسموح له بانتصار صغير في أوكرانيا وليس كبيرا.
كذلك غير مسموح أن تخسر أوكرانيا خسارة كبيرة بنتيجة هذا كل هذا الإمداد الغربي لها من الأسلحة وحتى بالأشخاص ويعني القوات العسكرية غير النظامية التي ساندت قواتها في ردع بوتين. وفي كل الأحوال بوتين أنا أرى أنه لن يرتدع أو يتم إيقافه عند حده بشكل سهل. هو أنا أرى أنه غير آبه بمستقبله وربما يغامر به وربما يكون الغرب في حالة تحضير مفاجأة ما لبوتين على الصعيد الشخصي بعدما قطع معه نظريا العلاقات الشخصية من خلال السخرية عليه في اجتماع برلين. كان واضح أنهم يسخرون منه أنه يعني يركب الحصان دون سترة يعني تماما، وهذا قطع شخصيا العلاقات ما بين الرؤساء. وبالتالي أنا أجد من الصعوبة بمكان أن تعود العلاقات الطبيعية ما بين روسيا والدول الغربية. وأرى أن أو أفكر أظن أعتقد أن روس أن بوتين ينتظره مستقبل مجهول، ربما يغيب ربما يغيب شيء ما وليس بعيدا، هذا داخل روسيا على فكرة بالتأكيد يعني. نعم، إذن كنت ضيفا عبر سكايب من باريس الكاتب والمحلل السياسي عبد السلام حاج بكري، شكرا جزيلا لك.